يا خادم القرآن يا نبراس خير معلمة. مناسبة قلين جبنة هير كيدو سري أدنى لو سودياري أيا لوقو قبطي مقالة مقدشو مناسبة دان أيو جيد كيدو أهامي داي كو قلين جبنة يين هار داي غاري سا سدح بقول تدواتني تدوا عرداي هو سوكو جري تدوا وين داير قبل إي ولل وعني سوكو جرين قلين جبياشا لابا بقول سغاشي لابا عرداي يو قرآن كحفدي ساي هي سيديتان إيشان عرداي إي هار كوكو وادو قرآن كفربارك كقدبي وحينا كقلين جبين معد كبرشاد قرآن كريم كإي حفدين تيسا إي ترتيل هو آنكو سو ساريستا مرولي با أرضي بدن وحافظ القرآن إي بريستا دادك واوين القرآن كريمك سيدوك لماعدك وحيولي هاي قيب برشادة شرعة إسلامك وحانا كسو قيب قلي حفلة دن مرتشرف كالدوان ويسوغو جري علماء الدين والدين أرضي مامول كماعدك إي مرتشرف كالي وهرين وحا مناسبة فري فافاينك بحيي حفلة دا مامول كماعدك ترتيل أستاذ يوسف قال علي الكسو دوالة مناسبة قالقة حفلتان قالقة قيمة بدن وقتا ولو حفلتين أرضي ما عاد كترتيل مواصلة ترتيل لقتي قيبتا شريعة قيبتا حفظة قيبتا فربركة مركوس هذا دمانتين قعمة فوران يا قلبي فوران مرحبا بأيدي مفتوحة بقلبي مسرور قلبي يا أيدي سلامي عني كم وحن كم هتنقى يا وقت كان أدوسه بيسين إماتي كأناد وإنسان قول كربي وأن إذا كما هذا نقيا وهي قرآن كأول وينيو وشعيرت ولا موجي شعيرت ولا موجين وحكمت الله كعبسك كسر دوايا ما يت القرآن الكريم لما أنتين ما دام وقت جابن هذا الله جابن لما أنتين ومهسنتين ما ملك جود مؤسسة ترتيل أستاذ شيخ أحمد سلب هي أسنك هذي مناسبة ده شرحات قلنا كبحي مؤسسة إيشقوين كأي بلشد وهايسو مؤسسة الترتيل للتعليم والتنمية الاجتماعية سالاركتان وهيكا كوبانتا هي أفرتا كلمة مؤسسة الترتيل انت ومقعي محيكو سابسانتا هي للتعليم وحبرت داتك هنا وحبرته هي والتنمية الاجتماعية بلشدة إنه يخد ميسو كبعين تيدا يهرمارين تيدا يخدمة تيدا كشقيس خير كي معدك وقبن جري خير كي بيقبان إيسا سيئات كاين إيسا سي بلارين إيسا خير كي معدك وحوكب اللوضة من القراءة والكتابة فربرك ما أنت وحا ينوجي وعردم خراتية وفربرك معدك كب اللام إلهي فلقينا كو قلن جبيي كو وحاجينا معدك انت كو باللابين قرآن كينا كو برت معدك مركا خير كو هي وحاوي لقب اللابة تعليم القراء والكتابة فربركة تحفيد كي قرآن كا صدح إلى إجازة دي رواية لقب اللابة إلى قراءات العشر المتواترة حقا سو هي وأه قرآن كا إيا قراءات كيس حوكلو هيي ومعدك كسو زائدي مع للعلوم الشرعية معدك بريقي وروحو كوكوبنا مجي عيسى صالة ركتان مع ترتيل للإقراء والدراسات القرآنية أيها قرآن كريم كا حفظين تيسة هي قراءات كيسة هي علم التجويد كي النذرية لكن قسم وحان قدر هذا مع ترتيل للعلوم الشرعية sidoo kale qaar ka mid ah culimada diinka ka soo qayb galay munaasabadda ayaa ka hadlay waxayna hambalyo iyo bogaadin u direen ardayda qalin jabiyasha iyo muassasadaba muassasada tartil للتعليم والتنمية الاجتماعية هي معدka aadka loo yaqaan macad tartil oo xifdinta quraanka iyo daraasadkaasi hawl weyn ka qabtay jazaakumullahu khayran ardaydeena maanta loo dabaaldegayo oo qaacadan quruxda badan la keenay ee maraaxisha kala duwan qof walba meeshiisa uu ku dabaaldegayo odayaasha akhyaarta ah ee maanta farxad aan kala soo qayb gashay farxad iyo reyn waan la qaybsanaynaa ardayda allah barakee ayaan leenahay waxaan u soo dardaarmaynaa al istiqaama inaan ku sii soconno ilaan qabriga ka galno iyo al ikhlaas ayaan u soo dardaarmaynaa maanta waxaa loo aan u joognaa inaan maamuusno qalinjibinta dadkii qur-aanka xifdiyey qaatay ijaazada saan rajaynayo
إلهي سبحانه وتعالى أنا مهصن إن الإلهي أقول شكرنا الله إن شكرتم لأزيدنكم تانا وحكشت إيه معلمين تي إيه مشايخ ذي كعنتكو هاي معهد الترتيل وأن نقانو سيدا أي كالنت أقول قاتان إن بربارنتا يوعي قلنت بلشدة الصوماليات شيخ علي عبد الرحمن أو كمدا ولماذا الصوماليات كان من أرديد قلن جبياشا كون هاد لي أفك قلن جبياشا أي أسنا مناسبتك هاد لي وأنا مهد علين أجيدي معدك وعفرين ودري والدين تا إي بلشدة الصوماليات با وحانا هاي والد ومعدك علما إيدكت ومن جانب آخر وحانا هاي أرضي ودتك قلن جبنا أي أيام كجراها مركا وحان فرين وجيدنا يا والدين تا علما كريا كينا يا كهر آية ما عد كلفتو ذيني يمادان وارن فرين هون وضو ذكر إلهي أن اسكو ذا علاجينو أن وضو السعينو صوماليدو آذي وقيمة بضان تهاي قرآن كحقي سلقا ممرو لكن حوقا وحبان نقرد ابناي وحيد نقرد ابناي نا دمسترانو وقدم بي مؤسسة ترتيل وحي عمر العقلانة قدونسي سي سدح معلين أو كمدا معلمين تماعد كترتيل وعين أقو ماد علي سي دذالك يجودي غا أردي ذا معد كأي قليين عبد الناصر عبد القادر صالح شبل تي في مقديشو انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أو حواري سوية هاي 20 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو كهذا البلاشة